لك عادت بأمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك. جيت يا رمضان مرحب بدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك. جيت يا رمضان. الله. يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. تشرفنا وتنورنا النهارده الاستاذه الفنانه القديره نور عبد السلام. ميرسي. نورتنا نور في اول حلقه في رمضان، وانبسطت جدا من تعليقات حضراتكم ومن يعني ثنائكم على صوتها الجميل، فهي نورتنا النهارده مره ثانيه. انا مبسوطه جدا جدا اني معاكم بجد. قومناها بقى من على الترابيزه والكرسي اللي كانت قاعده عليهم عشان تنزل تطبخ معانا بقى ونشوف مواهبها في الطبخ عامله ايه. فاشله جدا جدا. الحمد لله. بصي بقى هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنعمل مكرونه بالبشاميل. النهارده هنعمل بقى وصفات بيتي جدا، وصفات كده ايه رمضانيه بتاعت تاني تالت يوم رمضان كده. انا عارفين احنا اتاخرنا شويه، بس الوصفات دي انا عارف ان حضراتكم بتحبوها جدا. هنعمل ايه النهارده بقى؟ مكرونه بالبشاميل وهنعمل بفتيك. يلا بينا نشتغل سوا. حلو جدا. تمام يلا بينا. هنقول المقادير. طيب مقادير البفتيك كالتالي: نص كيلو لحمه بتلو بتقطعها شرايح. لو هي لحمه بتلو مش محتاجين احنا ندقها بقى، لان هي بتبقى سهله في التسويه جدا وبتستوي بسرعه جدا. ملح وفلفل اسود، وللطبقه الخارجيه دقيق وبيض وبقسماط. لو تلاحظوا انه انا في المقادير هنا مش حاطط اي توابل، يعني هو بس الملح والفلفل. طب طعم اللحمه بقى هيجي منين؟ بصوا بقى، انا عايز هنا اظهر وابين طعم اللحمه القوي، فمش عايز ازود توابل وبهارات، توابل وبهارات، فالملح والفلفل هيكونوا كافيين جدا، وانتوا هتجربوا كده وتقولوا لنا ايه رايكم. انا النهارده بقى هشغلك معايا استاذ نور، ايه رايك؟ اوكي انا موافقه جدا جدا. هتلاقي جلوفز. وانتي اصلا هتسمعينا ايه النهارده تاني غير النهارده؟ احنا عايزين نغني شويه للامل. الامل عايزين يبقى فيه بوزيتيف انرجي كده للناس، لان الناس اللي قاعدين بيتفرجوا علينا في البيوت حرام يعني بقى لهم تقريبا شهرين في البيت. احنا محتاجين ده حقيقي. القعده في البيت دي ده حقيقي طبعا، عشان ربنا ان شاء الله يخرجنا من الازمه دي على خير. خرجنا ان شاء الله ان شاء الله. احنا ياما خرجنا من حاجات اصعب من كده، ان شاء الله ربنا هيكرمنا. اكيد طبعا هيكرمنا اخر كرم ان شاء الله. عايزين نديهم بقى شويه امل كده في الحياه. يا مسهل. بصي بقى هنعمل ايه علشان يطلع طعم البفتيك حلو؟ بنعمل ايه بقى؟ لازم نتبل الدقيق والبقسماط والبيض، فده اللي احنا هنعمله حالا. حط ليك بقى كده البيض هنا، وهنحط ملح وفلفل على البقسماط والبيض والدقيق. حطيت الملح، حط دلوقتي الفلفل على البقسماط والبيض والدقيق برضو. حلو. ممكن بقى تقلبي كده الدقيق اللي عندك ده يا استاذه نور. تقليب مستمر 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 مستمر. بجد انا مامتي هتفرح جدا من الحلقه دي. انا مبسوط جدا. انا مبسوط ان مامتك هتفرح. مامتي هتفرح جدا من الحلقه دي. هترجعي النهارده بقى البيت مامتك هتقولك لازم تتجوزي. بالظبط. خلاص بقى انت عارفه تطبخي. يلا شويه ميه. ودي بصوا شويه ميه او شويه لبن او شويه عصير، المهم لازم نحط سائل الكثافه بتاعته خفيفه زي الميه، علشان كثافه البيض تقيله، البيض لزج، فاللزوجه دي محتاجين نخففها علشان البيض بسهوله يلزق على اي حاجه بنعملها بانيه بقى، سواء كانت فراخ كانت لحمه ايا كانت هي ايه بالظبط. طيب هل بقى احنا هنتبل برضو اللحمه؟ هنتبل اللحمه فعلا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. نيجي هنا كده وناخد اللحمه دي كده نفردها هنا، شرايح اللحمه اللطيفه دي نفردها بالشكل ده، ونخلي التالته هنا. يلا ناخد كده رشه من الملح. مش محتاجين وقت للتتبيل، يعني اللي انا هعمله ده هو اللي انتوا هتعملوه بالظبط ان شاء الله. بس واروح قالب هنا كده كل واحده فيهم بالشكل ده اهوت. يلا رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. انا لخبطت صح؟ صايم 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 بقى. احنا صايمين. بصي بقى يا نور، انا هحط عندك القطعة دي، هتحطي عليها دقيق. اوكي. وبعدين تنفضيها كويس، عشان احنا مش عايزين طبقة كبيرة من الدقيق. اوكي. احنا يمكن نكون عايزين طبقة كبيرة من البقسماط، بس ما نبقاش محتاجين طبقة كبيرة من الدقيق. اوكي عشان ما تكلكعش، ما تبقاش مكلكعة. حطي كده وتديني بقى عشان اشتغل انا هنا. يلا.
مستنيكي اهو. ايه الاغنيه الجايه بقى؟ الاغنيه الجايه حاجه بقى للامل فيها أمل يعني كده فيها امل جدا. مين بيغنيها في الحقيقه؟ خالد سليم. خالد سليم. اسمع بقى حاجه. اتفضل. تسلم ايديكي. يلا. طب يلا كده سمعينا كده وانت شغاله يا استاذه نور. يلا سمعينا. تسمعينا ايه؟ عيش حب الناس وعيش تلقى الناس بيوت فاتحة قلوبها فوت حب ما تتنسيش دور وسافر في القلوب دور في الزحام حدو بالآلام والأحلام تعيش وإزاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهاردة ما عشتكيش أنا كنت مين وفين وليه وإزاي زماني ما حسكيش إزاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهاردة ما عشتكيش أنا كنت مين وفين وليه وازاي زماني ما حسكيش. الله انت صوتك حلو جدا جدا. يا شريف ربنا يخليك وانت بتطبخ حلو جدا على فكره. الله يخليك. الله يخليك. احنا بنجامل بعض يا جماعه. لا بس هي فعلا صوتها حلو جدا بجد. ميرسي يا شريف والله. انتوا مستمتعين بالصوت الملائكي الجميل ده. والله انا اللي مبسوطه جدا 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 ولاول مره بطبخ يعني ولاول مره. ما تقوليش كده يعني العرسان هيطفشوا. طبخ حلو جدا. احط لكم رقم تليفونها دلوقتي. طيب دي اصلا فعلا ما بتطبخيش خالص يعني مفيش طبخات معينه او وصفات او حتى وصفه كده ولا وصفتين يعني؟ اخذي العين اخذي العين. طب اديني فرصه. طيب اديني فرصه. طب للحلقه الجايه انا اعمل لك اللي انت عايزه. طيب اتفقنا. بس اكيد في حاجه معينه انت بتعرفي تعمليها حاجه واحده حتى. حاجه واحده بس يعني ممكن تلاقيني بعمل مثلا باستا وايت صوص. جميل قوي. انت عارفه ان في ممكن انت عارفه ان في ايطاليا في ناس اصلا شغلانتهم ان هم بيعملوا باستا بس او يعملوا بيتزا بس دي شغلانتهم في الحياه ما بيعملوش حاجه تاني غير كده. حلو ده جدا. انا ماشي انا موافقه على الشغلانه دي لطيفه جدا. انت كويس على فكره. حلو جدا. اديتني امل انت كده. انت زي الفل. الحمد لله. طب يلا بصي بقى انا هاخد كده قطع بفتيك وانزل بيها هنا في الزيت. مهم جدا بقى انه احنا بعد ما عملنا البفتيك كده نسيبه في التلاجة لمدة 20 دقيقة تلت ساعة في التلاجة. ايه اللي هيحصل بقى في الفترة دي؟ اللي هيحصل ان الطبقة الخارجية هتمسك كويس فلما نيجي نسويه هيستوي بشكل لطيف جدا ومش هيعمل لنا اي مشاكل. اوكي. فدي برضو ايه حاجة مهمة لو عرفنا نعملها او خلينا نعملها. ايه اللي هيخلينا ما نعرفش نعملها؟ الا بقى لو ما عندناش وقت زي دلوقتي كده. نديها قلبة كده لطيفة. مستمر. ما بياخدش وقت خالص. خالص. وطالما هو بكله زي ما قلنا يبقى مش محتاج ان هو يدق. مش محتاجين ندقه. تسلم ايديك. زي الفل. طب قولي لنا بقى يا نور مامتك بما انك بتتفرج علينا دلوقتي. ايه اكتر اكله هي بتعملها حلو في رمضان في العموم؟ يعني انت لما رمضان بيجي بتبقي مستنيه من ماما ايه؟ مامتي احلى حاجه بتعرف تعملها. مع احترامي ليك يا شيف طبعا. تمام. لا لا طبعا براحتك. مامتي مشهورة جدا في العيلة بالرز بالخلطة. رز بالخلطة. رز بالخلطة اللي هو بيبقى بالمكسرات. وبالكبد والقوانص ولا مكسرات بس؟ بالظبط كده وبالكبد والقوانص يعني. ناس بتجيلنا من بعيد. من بعيد. ناس بتجيلنا من بره مصر عشان تدوق ده. بالظبط كده. طب سؤال بقى تاني مهم. هل بقى باباكي بيخش المطبخ ولا لا؟ طبعا. بابايا بقى الايطاليان. الله. باستات بقى وبيتزات والحاجات اللي بالوايت صوص وبالكاري وبالحاجات دي كلها هتلاقي بقى بابا جدا فيه. طب انت بقى طلعت لمين كده؟ انا الحمد لله يعني. ماشيه طلعت لمين؟ الحمد لله يعني. انا فلته لوحدي كده في العيله يعني. الحمد لله. سعيد بوجود الفلته معايا النهارده. بصوا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده ما بياخدش وقت خالص في التسويه. موضوع بسيط جدا وسهل جدا. يلا دلوقتي هناخد فاصل. اوكي. ونحمر حته البستيك اللي فاضله دي ونرجع لكم بقى نشوف هنعمل ايه تاني. استنى. الحياه خدها
فيها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، ياما الحياة فيها اللي بيشكيها واللي بيرضيها واللي قاسيها. الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. الله 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 الله، الصوت ده جميل قوي في رمضان. ربنا يخليك يا شريف والله. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ تمام، كله تمام، حلو جدا. وتيجي بقى بابا بيعرف يطبخ ايه؟ ايطاليان. ايوه بقى، ايطاليان جدا بقى. طب حلو جدا. بصي بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ قولي. الوصفه اللي هنعملها دي وصفه تبان ان هي مصريه، بس هي في الحقيقه وصفه من وصفات دول حوض البحر المتوسط. يعني ايه؟ أوكي. يعني تتعمل في ايطاليا، تتعمل في اليونان، تتعمل في مصر، تتعمل في دول كتير من دول حوض البحر الابيض المتوسط. مكرونه بالبشاميل، يلا نقول مقاديرها. يا عم قول كده من بدري، مكرونه بالبشاميل يعني عادي. طيب يلا نقول مقاديرها. كيس مكرونه قلم، نص كيلو لحمه مفرومه، نص كوبايه بصل مفروم، ومعلقه صلصه، معلقه جوزه الطيب، كوبايه جبنه موتزاريلا، وملح وفلفل. هنعمل بقى صوص بشاميل، مقاديره ايه؟ مقاديره كالتالي: نص كوبايه دقيق ولتر لبن، كوبايه زبده، وملح وفلفل. الوصفه دي سهله، سهله التطبيق جدا، هنبص عليها سوا، مش هتاخد وقت خالص. انت وديتي فين الجلوفز؟ اهو. قلقان منك انا. خلاص بص، خدت الجلوفز من مكانها وحطيتها في مكان تاني هي عارفاه. خلاص حفظت خلاص. يا سوسه انت. يلا بينا. طيب نشوف هنعمل ايه في بصي بقى، لما نيجي نعمل مكرونه بشاميل المفروض بنعمل ثلاث حاجات في نفس الوقت. أوكي. بنسلق المكرونه في نفس الوقت اللي بنعمل فيه صوص البولونيز او اللحمه المفرومه، في نفس الوقت اللي بنعمل فيه البشاميل، علشان ناخد كل واحده فيهم، ناخدهم هما الثلاثه يعني ونركبهم على بعض مره واحده. أوكي. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ اجي هنا اخد اللحمه واقول لها كده ايه، بما اني هستخدم حله ستانلس ستيل فانا هاخد المعلقه الخشب. حلو. ممكن تجيب لنا كده رشه زيت من عندك؟ لا هو في الحقيقه عندي. عندك انت. انا شفتي بقى برضو ايه، بحاول اغلطك. يلا ندي كده تقليبه للحمه المفرومه. وبعدين تعال نقربها منين هنا كده، معلش يا داغر انا عمال اخدك يمين وشمال كده. حلو. وبعدين رشه ملح وفلفل اسود خفاف كده، وهنزل بمعجون صلصة الطماطم على جنب كده، وهاخد هنا البصل. انا بعملوكوا طريقة سهلة وسريعة، ممكن تعملوا زي ما انا بعمل كده او تعملوا بطريقتكم المعتادة. هقلب البصل هنا، معلش يا داجر تاني، هقلب البصل هنا يتشوح قبل ما اخلطه بمعجون صلصة الطماطم، عشان لو حطيت المعجون بتاع صلصة الطماطم مش هيخلي البصل يتشوح. تمام. حلو. معلومة جديدة دي. لا خلي بالك، احنا عندنا كل معلومة. معلومة جديدة دي. ما تقوليش بس دي معلومة جديدة، لأن دي معلومة قديمة جدا. واضح إن أنت ما جيتيش. وبعدين خلاص البصل كده دبل، ريحته طلعت. أروح بقى مدي تقليبة في الإيه؟ في الطاسة كلها. حلو؟ حلو. رشة بقى من جوزة الطيب. جوزة الطيب هيتقسم نصين، نصه على اللحمة المفرومة ونص التاني على البشاميل. حلو؟ تقليبة كمان كده. أنا خلصت خلصت البولونيز، خلصت صوص اللحمة المفرومة، وهنحطه هنا علشان نور. هتعمل إيه بقى؟ تعملي إيه يا نور؟ هعمل البشاميل. هعمل العجب النهارده. هعمل أصعب حاجة، البشاميل. أيوة. هقول لك هتعملي إيه حالا دلوقتي، يلا بينا. عايزين بس نجيب معلقة نقلب بيها، وحضر لنا بقى كده اللبن. ايوه مامتي كانت قالت لي الموضوع ده قبل كده. لا بس قبل اللبن هتجيب لنا الدقيق. هات لنا بقى الدقيق كده. هتعملي انت ايه بقى يا نور؟ هتنزلي باللبن بالظبط على ثلاث مرات او اربع مرات مثلا.
اوكي يلا انزلي كده باللبن هنا. يلا يا سيدي تقل. يلا انزلي بقى كمان. باخد فيك شباب اعلمك الطبخه اهو. بالظبط بقول لك ماما هتفرح قوي. انت تغني كده وتسمعيني صوتك الحلو وانا اعلمك الطبخه. تقليب تقليب تقليب. يلا كمان كمان كمان. يلا حطي بقى ايه؟ اللبن كله؟ يعني اه واحنا شغالين كده. تسلم ايديكي. استني بقى ناخد رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، اديها بقى رشه من جوز الطيب اللي هناك الجميله دي. رشه صغيره كده هيغمق اللون سنه جوز الطيب بس هيدي طعم حلو. بس هوب. حطي بقى بقيه اللبن. كله بقى. تسلم ايديكي. بس عارفه ايه اللي فاضل كده بقى؟ اللي فاضل هو انه قوام البشاميل او الوايت صوص ده يمسك شويه. لما أوكي. يمسك هنبتدي نخلط جزء منه مع المكرونه ونحطها تحت، وبعد كده نحط صوص البولونيز او صوص اللحمه المفرومه ده في النص، ونخلط شويه تانيين مع البشاميل تاني، نحط طبقه وبعد كده نحط البشاميل من فوق. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. يلا دي اسهل حاجه، دي انا هعملها دي بقى. دي حاجه سهله. مش عارف اقول لك ايه الصراحه. دي اسهل حاجه بقى. حاجه سهله جدا. تقليب 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 لغايه ما يبتدي يتقل. طب قولي بقى انت غنيتي قبل كده بره مصر ولا غنيتي جوه مصر بس؟ هو انا غنيت جوه مصر بس. بس انا كنت في برنامج مواهب كده من كام سنه كده. فعلا؟ بس كان سني صغير جدا وشكلي كان مختلف تماما عن دلوقتي. بس الناس عجبها صوتك جدا. الناس افتكرتني فعلا. لا ودلوقتي الناس كمان الناس على دلوقتي احسن كتير طبعا من زمان يعني. استمر كده في التقليب. طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي هو انه انا هقلب باستمرار، هقلب لغايه ما القوام بتاع البشاميل ده يتقل. بما انه المكرونه مسلوقه بشكل تام فانا مش محتاج الصوص يبقى خفيف قوي عشان يسويها زي ما بنعمل في اللازانيا. لو تفتكروا في حلقه اللازانيا كنا بنحط اللازانيا نيه. فعشان تحطي لازانيا نيه لازم يكون الصوص قوامه ايه؟ خفيف. خفيف خالص عشان يسويها. يس. دلوقتي المكرونه مستويه فيبقى ايه؟ الصوص تقيل. انا هستمر في التقليب كده. ممكن بقى نطلع فاصل يا داغر ونرجع من الفاصل على البشاميل وهو تقيل. يلا استنونا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنا بنتقل البشاميل. انا تقلت البشاميل وكمان حطيت طبقه من البشاميل تحت. أوكي. في قاعده الاناء الزجاجي ده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ احط دلوقتي طبقه من. في ناس بقى بتعمل ايه؟ في ناس بتقلب البشاميل مع المكرونه. بالظبط. انا ما بحبش اعمل كده عشان مامتي بحب بتعمل كده. مامتي بتعمل زي مامتي بتعمل. لا شاطره بتعمل الثانيه شاطره برضه. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هاخد بقى دلوقتي طبقه برده كده من البشاميل خفيفه، مش عايز طبقه خفيفه، مش بشاميل خفيف، ماشي؟ بالشكل ده. وبعدين اجيب بقى صوص البولونيز او صوص لو هنسميه اللحمه المفرومه بالطماطم، وهفرده كده ايه هنا في الطبق بالشكل ده. اتاكد كده ان هو اتفرد كويس. و هنعمل ايه؟ نحط المكرونه تاني. بقيت المكرونه. بس قبل ما احط المكرونه عارفه هعمل ايه؟ ايه؟ احط كده ايه؟ موتزاريلا تحت. أوكي. مش عايز الموتزاريلا فوق. يلا احطها كده في النص كلها، وبعد ما احطها كده ايه؟ بايدي كده هبتدي اوزعها. احط هنا كمان بقيه المكرونه. و بصوا بقى في ضغطه كده مهمه قوي يعني لازم تعملوها يعني مش عارف عشان تمسك بعضها. مش يعني. مش قادر ما اقولكوش على الموضوع ده. لازم تضغطوا كده ضغطه بسيطة على المكرونة. وبعدين هنزل ببقية البشاميل هنا كله. بصوا تقيل جدا ازاي. تقيل عامل زي ما يكون مهلبية. طيب الطريقة اللي انا بعملها دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا في ان هي هتخلي المكرونة بالبشاميل رقات. يعني ايه رقات؟ يعني باين مكرونة وبعدين باين لحمة مفرومة وبعدين باين بشاميل وهكذا. هدي بقى كده ناخد دي تحط في الفرن. درجه حراره الفرن تكون 180. هتقعد في الفرن لغايه ما لونها
يبقى دهبي من فوق. تقريبا هتاخد لها كده ايه بتاع 25 30 دقيقه بالكتير جدا. نحطها في الفرن ونبص على شوفه النهارده عشان انا مستعجل، عايز اسمع غنوه حلوه من نور تاني. يلا بصوا بقى، النهارده احنا عملنا مكرونه بالبشاميل بشكل سريع جدا وسلس، هيوريها لكم داغر. شايفين الطبقات باينه جدا علشان البشاميل تقيل، الطبقات باينه جدا. وعملنا كمان بفتيك بشكل برضو سلس وسهل جدا وسريع. دي كانت حلقه النهارده، هنسمع منك ايه تاني يا نور؟ هنسمع بقى حاجه كده لمصر كده بقى، حاجه كده صغننه كده نختم بيها الحلقه، تبقى هي ختام الحلقه بالظبط. يلا بينا، اشوفكم بكره ان شاء الله على خير. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة منا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها، إن فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. أيوة مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن، صب يا فول طعمية كشري دوق بطاطا.